والرابعة قدام حلوة إبراهيم عبد الصمد ساحب ساحب هو وزجالوس أسطورة كروية لا ينكر أحد بصماتها مع القلعة الحمراء. عرف بالالتزام وعشق النادي الأهلي، هو اسم لامع في الجبهتين اليمنى واليسرى مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني. هو إبراهيم عبد الصمد الذي بدأ حياته مع معشوقة الجماهير وهو في سن 11 من عمره عبر بوابة نادي المصر القاهري الذي تخرج منه الشيخ طه إسماعيل. استمر عبد الصمد في صفوفه حتى انتقل إلى نادي الزمالك لمدة 6 أشهر قبل أن يرشحه الراحل مصطفى يونس المدير الإداري للمصر القاهري آنذاك للانتقال لصفوف المارد الأحمر عام 1966. تدرب تحت قيادة الراحل ميمي عبد الحميد ليبدأ ابن حي المنيرة بالسيدة زينب رحلة النجومية والشهرة مع القلعة الحمراء. يعد إبراهيم عبد الصمد اللاعب الوحيد الذي مثل منتخب الوطني قبل خوضه أي مباراة رسمية مع النادي الأهلي بعدما قرر الراحل عبد صالح الوحش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول آنذاك اختياره لمباراة الفراعنة الودية أمام ألمانيا الشرقية. بزغ نجمه في البدايات من خلال الدورات الصيفية والمباريات الودية بسبب توقف بطولة الدوري لأحداث حرب عام 1967 والتي استمرت حتى عام 1975، أي قرابة 9 سنوات متصلة، ولعب لمنتخب مصر من عام 1967 وحتى عام 1973. إبراهيم عبد الصمد عاصر أكثر من جيل ذهبي في الأهلي حيث لعب مع المايسترو صالح سليم وطارق سليم ومحمود الخطيب ورفعت الفناجيلي وطه إسماعيل وميمي الشربيني وسعيد أبو النور ومروان كنفاني وفؤاد أبو غيدة ومع جيل حسن حمدي وفتحي مبروك وزيزو. حقق درع الدوري موسم 1974-1975 ورحل عبد الصمد بعد ذلك إلى الإمارات ولعب لصفوف الوصل لمدة موسمين ثم اعتزل وحصل على شهادات تدريبية متقدمة. اتجه لمجال التدريب في الإمارات عن طريق فرق الناشئين والشباب لأندية الوصل والشارقة التي مكث فيها 3 سنوات إلى أن جاء الراحل محمود الجهري ليتولى تدريب الفريق الأهلاوي وطلب تصعيده في الجهاز الفني عام 1985. لم يجد مسؤولو اتحاد الكرة اسما أفضل منه لإسناد مهمة القيادة الفنية لمنطقة القاهرة ليكلف باختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين والشباب، كما تولى إدارة فرع الأكاديمية بالنادي الأهلي في 6 أكتوبر، ليبقى إبراهيم عبد الصمد علامة ورمزا أهلاويا شامخا في مصر على مر العصور والزمان. تستاهل اكتر من كده يا كابتن ابراهيم، نجم من نجوم النادي الاهلي ورمز من رموز النادي الاهلي، واحد من زمن العمالقه الحقيقه. كابتن ابراهيم عبد الصمد وضيفنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير، اهلا وسهلا بيك. دايما بستمتع جدا بالحاله اللي بيبقى فيها ضيوفي واحنا يعني في الويلكم كليب كده بسترجع معاهم يعني لحظات مهمه وذكريات مهمه ومشوار طويل جدا، رحله حياه وقصه كفاح جوه جدران النادي الاهلي. انا بتشكر لك شخصيا والمعدين والناس اللي عملوا المقدمه، الحقيقه حاجه جميله وبترجعنا للايام الجميله واحنا بنلعب مع العمالقه. تستاهل اكتر من كده مره ثانيه يا كابتن. شكرا جدا على شرفتنا ونورتنا ونقول لك مبروك. الله يبارك فيك. مبروك علينا جميعا. مبروك علينا جميعا. بدايه جميله في الدور قبل النهائي، حاجه حلوه ان شاء الله باذن الله. طيب حضرتك موجود معنا النهارده عشان هنتكلم على اهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكونوا 180 اهم 180 دقيقه هيلعبهم النادي الاهلي في السيزون ده، مواجهه الوداد في لقاء العوده ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه اللي جاي، ويوم 6 ان شاء الله ان شاء الله تتكتب لنا ونكون موجودين في المباراة النهائية
ناس كتير جدا طبعا مستنيه الماتشين دول ان شاء الله لما يكتب لنا الوصول للنهائي. خليني بس قبل ما ادخل في مباراه الوداد في لقاء الذهاب اقول لحضرتك انه جماهير النادي الاهلي النهارده معنوياتها في السماء، حاله التفاؤل موجوده، حاله الاطمئنان اكيده، ده ما كانش موجود قبل مستر موسيماني. يعني هكلم حاجة بمنتهى الصراحة، مع فايلر في الفترة الأخيرة كنا بنكسب، كنا ننزل ماتشات وبنكسب ونجيب التلاتة بونت، وكنا حاسمين الدوري بفترة كبيرة جدا قبل ما تنتهي المسابقة بسبعة أو ست سبع ماتشات. لكن لما تسأل الناس أو الناس تتكلم معاك على أهلي، الناس كانت قلقانة قوي من أفريقيا، الناس كانت قلقانة جدا من مواجهة الوداد، وده يمكن انعكس بعد ما حققنا فوز. هل كنت متوقع بداية المكسب من للنادي الأهلي في المغرب؟ هو الحقيقه برضه هرجع اجيبك شويه بقى قبل ادم جبت المقارنه بين فايلر وموسيماني. الحقيقه خطوه ايجابيه جدا من الكابتن الخطيب ومن الجهاز الفني اللي موجود، اللجنه الفنيه، على الرغم من ان هو اتهاجم جدا في اسد محسن صالح وزكريا ناصر. زكريا ناصر طبعا الحقيقه خطوه كلنا استغربنا ليها، انما فيها بعد نظر هايل جدا. استغربت ليها ليه يا كابتن ابراهيم؟ نعم استغربت منها ليه؟ اول مره نتجه لافريقيا، كان دايما نجيب اجانب، البرتغال، المانيا، البرتغال، المانيا، انجلترا كده. اول مره نتجه لافريقيا، اولا خطوه ايجابيه جدا، لان كمان لما تيجي تعمل مقارنه بالوقت بدايه فايلر معانا في افريقيا وتيجي البدايه في افريقيا مع موسيماني، قالوا فايلر قال لك كان في شويه ما عندوش خبره بالكره الافريقيه. ايوه. فانا بقول الناحيه الايجابيه اللي حصلت من الكابتن الخطيب ومن اللجنه الفنيه انه جابوا حد من افريقيا، ان هم جوه مطبخ افريقي، عارف كل الفرق وعارف كل اللعيبه وعارف كل المسابقات، وبالتالي وعارف فرقتنا احنا وعارف كمان. فرقتنا متابع. فبالتالي ما خدتش منه وقت انه يدخل جوه الفرقه. أيوة. عايز اقول التقارب كمان، التقارب بينه وبين اللعيبه حصل طفره في اداء اللعيبه. التقارب اولا لازم يبقى يعني انساني الاول، اللعيبه لازم تحبه وتثق فيه وفي قدراته، وبالتالي اللعيبه جوه الملعب بتؤدي اولا لارضاء انفسهم وارضاء وارضائه هو شخصيا، لانهم حسوا بيه وبقدراته، زائد ان انت تحس ان وهم في الملعب في حريه، في حريه حركه وبيتمتعوا هم بيلعبوا، يعني ما بيلعبوش بنرفزه ولا بعصبيه. كان وصل لك نفس الاحساس في نهايه الفتره اللي كان فايلر متولي فيها نفس المسؤوليه. ايوه برافو عليك. يعني اللعيبه كانت يعني متعصبه شويه، والاداء ابتدى الريتم يبقى اقل شويه، يعني الريتم بتاع اللعيبه يبقى اقل، مشدودين برغم ان احنا كنا واخدين الدوري قبلها بسبع اسابيع. أيوة. انما كانت تحس ان اللعيبه عندهم احسن من كده بكتير. انا متهيالي ان عمل لهم اتزان نفسي، بقى في اتزان نفسي عند اللعيبه وبيؤدوا باريحيه ومفيش ضغوط عليهم، فبيؤدوا احسن ما عندهم. ودي النتيجه الاداء الجيد جدا في الماتش الاخراني. كمان العصبيه اتشالت من عليهم. وبعدين هندخل في ماتش الوداد على طول ولا اكمل؟ لا اتفضل، لو حابب تضيف حاجه ثانيه اتفضل. فالحقيقه ناحيه انا كنت اقول حاجه كمان، انه يا بعيدا عن الاداء العام للفريق، يعني انت احنا بنتكلم على الاهلي، بتكلم على التيم كل، انا كمان ابتديت احس انه على المستوى الفردي في بعض الاسماء او بعض اللعيبه اللي كانت معرفش محطوطه تحت ضغط، انتقادات من الجمهور، عدم توفيق في الماتشات. من ساعه لما موسيماني تولى المسؤوليه اللعيبه دي 180 درجه بيؤدوا احسن ما عليهم. وبعدين يعني مش عايز اغفل دور الجهاز الاداري برئاسه السيد عبد الحفيظ، الجهاز الاداري كله برئاسته زائد الجهاز الفني، التقارب وروح العائله موجوده جوه الفرق. نيجي بقى لموسيماني والروح اللي ادها للعيبه بيخليهم يؤدوا احسن ما عندهم، واللعيبه كمان بتحاول تطلع احسن ما عندها عشان يبقوا في ال11. يعني واحد استنال ثقه الراجل بالظبط عشان يبقى في ثقه في وجودهم جوه. مع انك انت رحت يعني قائمه الغيابات كتيره جدا، يعني مروان محسن دايما كان بالذات انا بركز على الاسم ده، انتقادات كتير عليه. انما من ساعه ما جه موسيماني بيأدي بطريقه جيده جدا ومستواه
في ارتفاع ما شاء الله الله اكبر، ربنا يكملها على خير كده مع النهائي ان شاء الله باذن الله. طبعا ان شاء الله. نيجي بقى في ماتش الوداد. الحقيقه هو غير الثقافه، يعني اولا هو 100% متابع جيد للكره الافريقيه، ومتابع جيد جدا كمان لفرقه الوداد. ايوه. وبالتالي هو غير ثقافه اللعيب المصري، يعني المفروض اللعيب المصري والنوادي المصريه احنا طبعا معانا لحظه الوصول طبعا، يعني انا بقول لحضراتكم جماهير النادي الاهلي لو يعني كانت فتح لها مجال لاستقبال الفرقه في المطار كنا هنشوف طبعا احتفالات ومش غريب ولا جديد على جمهور النادي الاهلي. لحظه وصول فرقه طبعا القاهره هنا بعد ما حققوا فوز غالي جدا في المغرب. كابتن ابراهيم، كابتن خطيب، بيتسو موسيماني، جهاز الفني كله، ميشيل يانكوني، كابيلو مدرب الاحمال، وطبعا الفرقه من وراهم. وبالتالي كمان وجود، يعني حسب ما سمعنا من اخبار كانت بتجيلنا من المغرب ومراسلي قناه الاهلي هناك، ان وجود كابتن خطيب مع البعثه هناك كان يعني مصدر طاقه ايجابيه ودفعه معنويه كبيره جدا. دي حاجه حاجه بقى. نيجي بقى لموسيماني والماتش، يعني غير ثقافه قبل ما تيجي لموسيماني والماتش، انت رايح تلعب الوداد وقعدت كده وشغلت التلفزيون وجبت الماتش، ايه النتيجه اللي انت كنت متوقعها او النتيجه اللي كنت بتحلم تحققها في ماتش الوداد في لقاء الذهاب في كازابلانكا؟ الاخبار اللي وصلنا ان الوداد على درجه عاليه جدا من الكفاءه. أيوة. عندهم ظروف الكورونا وكذا لعيب مصاب بالكورونا مش هيقدر يلعب، انما ده مش مقياس، ممكن يكون كلها بيعتموا على المباراه. أيوة. واحنا واخدين على شمال افريقيا انهم دايما بيقولوا حاجات اللعيب ده مصاب مش هيلعب، اللعيب ده مصاب مش هيلعب، ده عنده انذارات، ده عنده يعني، وتفاجئ بيه في الملعب، متعودين على أيوة. القصه دي، فدي يعني ما تاثرش فينا يعني. فبالتالي انا بقول ايه، طبعا يعني مش متابع الوداد بس متابع الكلام، متابع شايل هم الماتش، شايل هم الماتش، حاسس انه ماتش، انا قلقان يا رب ما يدخلش فينا جون ونطلع على اقصى نتيجه متعادلين. تمام. فكنت بتحلم بتعادل. تعادل. فهو غير ثقافه اللعيب المصري. يعني اللعيب المصري دايما كنا بنقول ايه، نلعب خارج الملعب نلعب مدافعين، نلعب جوه الملعب نلعب مهاجمين. وبالتالي افريقيا وشمال افريقيا بالذات تونس والمغرب بيلعبونا بالقصه دي. لما بيلعبونا في ملعبهم بيضغطوا علينا من نص ملعبنا. الاهلي مسيطر على شمال افريقيا كلها كابتن. لا محيط. الاول كانوا بيلعبونا كده لان الثقافه بتاعتنا مش من حد والله، بس انا بتكلم على لغه الارقام. انا يعني فاهم. اكتر فريق بيقدر يكسب، انا فاهم، بالذات تونس والمغرب والجزائر يحقق مكسب خارج ارضه هو النادي الاهلي. انا فاهم، بس هي الثقافه اتغيرت، يعني ما كناش بنضغط في نص ملعب الخصم. الماتش ده ضغطنا في نص ملعب الخصم من اول دقيقه، احنا بنضغط في نص ملعب الخصم. والدليل مجدي ضغط على السنتر باك وقطع منه الكوره في اول 6 دقائق وجاب الجون، ودي غيرت من سير المباراه بالكامل. ودي برضو يعني ان موسيماني انا بهنيه ان هو دخل الجزء ده جوه اللعيبه، ان احنا نلعب ضاغط في نص ملعبهم على اساس نقدر نسيطر على سير المباراه زي ما احنا عايزين. أيوة. وبالتالي الجون ده خلانا نلعب باريحيه هايله، اللعيبه بتادي احسن ما عندها. أنا عايزك أفشى. بمناسبه الجون، لا حاجه جميله، خد بال حضرتك انه قفشه تحديدا من اللعيبه اللي الجمهور كان زعلان منها في ماتش بيراميدز، يعني البنالتي اللي ضاع وال على الرغم ان النادي الاهلي عمل جيم، انا بيتهيألي الجيم بتاع بيراميدز كويس جدا، كان جيم عالمي يعني احسن اعداد لماتش وخاصة احنا بنلعب 10 لعيبه، السليه مطرود مننا صحيح، وفرقه بيراميدز جيده طبعا، عناصر كلها عشان كده عايزك تكلمني عن قفشه، ازاي تطلع من الحاله دي للحاله اللي ظهر عليها في ماتش الوداد، التالق والتوهج يعني كان واحد من نجوم الماتش. مهدي مدير فني. مدير فني لما بيعمل لقاءات خارج الملعب. ودي مهمه جدا مع لعيبه الكوره، ان انت تهديه نفسيا وتخليه مهيئ للماتش. ودي دور المدير الفني، مش دوره في الملعب بس. أي. المدير الفني ليه ادوار خارجيه، انه بيعمل لقاءات مع اللعيبه بره وبيقول لهم احنا هنعمل ايه والتحرك بتاعنا ازاي والوضع ايه. لا بس تحسن برضو يعني، طبعا اكيد في دور للجهاز الفني، بس انا بيتهيألي مجدي نفسه يعني هو بيضيع البنالتي، احساسه الشخصي بعد ما ضيع البنالتي اي حد
بيبقى فيه فكره انه يلوم نفسه انه بيحط لود على نفسه او بريشر على نفسه ممكن ياثر عليه سلبا ويخليه بره الفورمه تماما. يعني اي حد بيضيع كوره سواء بنالتي او كوره جات له من الجناب او كوره بالهيد بيبقى بيقعد يأنب نفسه. كل واحد عايز يأدي احسن ما عليه لمصلحته الشخصيه ولمصلحه النادي بعد كده وللجماهير ايجابيه طبعا. للجماهير فكل واحد بيضيع. فكون ان مجدي خرج من القصه دي بسرعه. مجدي من اللعيبه المهمين جدا في نص الملعب على فكره. جدا جدا. اولا اسيست اكثر من ممتاز، بيدي اكثر من كوره للمهاجمين، وعنده رؤيه جيده جدا للملعب، امتى يدي ده وامتى يدي ده وامتى، واللعيبه حواليه بيساعدوه. ليه؟ اللعيبه حواليه بيجيدوا اخذ المراكز، وبالتالي بتلاقي النادي الاهلي بيلعب اقصى حاجه، لمسه لمسه ولعبه، لمسه لمسه ولعبه، وبالتالي بتتهيأ لنا فرص كتيره، وبنخلق ثغرات في 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 دفاع الخصم بنقدر نحز منها اهداف. تمام. فمجدي عنده النظره دي، بيقدر يدي اللعيبه في المكان المناسب ليهم. وبعدين مجدي ايه اللي وداه يضغط؟ يعني ايه اللي وداه يضغط في الحته دي وهو المفروض انه تحت الفريق تحت مروان؟ ايه اللي وداه؟ تعليمات من الموسيماني ان احنا نضغط في نص ملعب الخصم، والثلاثه اللي ورا راس الحربه بيضغطوا من بدري. اتفضل. طيب اتكلم مع حضرتك بقى عن سيناريو المواجهه القادمه وسيناريو ان شاء الله الوصول للنهائي، واتكلم برضو عن رايك في المنافس المحتمل ان شاء الله في حال ما اذا تجاوزنا عقبه الوداد يوم الجمعه. عندنا فرقتين كانوا بيلعبوا امبارح قدام عينينا، شفنا مواطن القوه، شفنا مواطن الضعف. مين من وجهه نظرك ممكن يوصل النهائي؟ نتمنى الزمالك مصري، ولكن من وجهة نظرك فنية مع النتيجة الإيجابية لحقها الزمالك. كلامنا عن مواجهة الأهلي والوداد والمباراة النهائية مع كابتن إبراهيم عبد الصمد ضيفنا في السادسة بعد الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة ثانية. الحقيقة خليني أقول لكل الأهلوية أنه أي حد يقول لك أن المواجهة بين الأهلي والوداد حسمت هو بالتأكيد مخطئ. أي حد يقول لحضرتك أنه الأهلي هيلعب الماتش اللي جاي وهو مرتاح، وناس تقول لك أنه الأهلي أو الموسيماني بيفكر يريح اللعيبة الأساسية ويشرك لاعبين تانيين، يبقى بالتأكيد مخطئ. وخليني أقول كمان من عندي وبيهزر أو بيهرج، لأنه الحقيقة زي يمكن ما اتكلمنا مع كابتن سيد أنه الأهلي بيتعامل مع المباراة المقبلة وهو مش في اعتباره على إطلاق النتيجة اللي اتحققت في المغرب، والمباراة بالنسبة له هتتخذ بمنتهى الجدية. مرة تانية برحب بحضراتكم، برحب طبعا بكابتن إبراهيم عبد الصمد. هتكلم على الماتش اللي جاي يا كابتن إبراهيم، هل أنت شايف أو من وجهة نظرك أنه الأهلي حسم المواجهة والأهلي خلاص في النهائي، ولا شايف أنه المباراة اللي جاية رغم خسارة الوداد على أرضه 2-0 ما زالت مباراة صعبة، وأنه الفرص فرص الفرقتين في التأهل ما زالت موجودة في خلال 90 دقيقة اللي جاية؟ مفيش حاجة اسمها مباراة سهلة. يعني المباراة السهلة أو صعبة دي نقولها بعد الماتش. احنا لعبنا الشوط الأولاني ولسه في شوط تاني. النتيجة لم تحسم بعد، تحسم بعد ما تخلص التسعين دقيقة بتوع الماتش التاني. والنادي الأهلي معودنا انه بياخد الأمور بجدية في أي مقابلة. طبعا النادي الأهلي انت بالتأكيد في ذهنك سيناريوهات للمباراة القادمة. طبعا طبعا يعني أولا النادي الأهلي واخد الدوري قبلها بسبع أسابيع. تمام. عايزين نشوف السبع ماتشات او الست ماتشات اللي لعبهم بعد ما هو حسم الدوري بيلعبهم كانه لسه بينافس على بطوله الدوري حقيقي. فالنادي الاهلي موضوع ثاني خالص. يعني بينزل اللعيبه بتنزل الثلاثه بونت هم الهدف. سواء بقى اللي هو الخصم ضعيف، الخصم قوي بينافس على البطوله، احنا ملناش دخل بالقصه دي خالص. حقيقي. ودي الروح اللي احنا خدناها من اللعب في النادي الاهلي. بندي كل ماتش سواء اجهزه اداريه، اجهزه فنيه، لعيبه، على مر السنين الاسطمبه واحده. كلنا اسطمبه من لغايه دلوقتي. بننزل من اول دقيقه لاخر دقيقه لغايه صفاره الحكم النهائي. والدليل يمكن ماتشات كتير قوي بنجيب اجوان في الوقت الضايع. الوقت المحتسب بدل الضايع. ودي من روح النادي الاهلي وروح الفانيلا الحمراء دي ما بتنتهيش الا بعد صفاره الحكم النهائي. فاحنا لعبنا شوط ما زال شوط تاني. والكلام ده انا مش بقوله مواجهة شفوي. القاهره اصعب من مواجهه 100%. وانا بقول من دلوقتي 100% لانهم جايين اسف في الكلمه يعني الطاج، يعني عايزين ياخدوا بطارهم ازاي يتغلبوا في ملعبهم. أيوة وبالتالي في الكوره طبيعي. وبالتالي هتلاقي فيه شد اكتر، وهتلاقي فيه قوه اكتر، وهتلاقي فيه تهور من اللعيبه اكتر في الدخول وفي الالتحام. فلازم نواجهها باتزان نفسي وهدوء اعصاب
جدا، عشان زي ما حصل في الماتش الاولاني لعبنا باتزان نفسي وهدوء اعصاب زائد الضغط على الخصم نقدر نسيطر على المباراه من اول ثانيه ونحطهم تحت الضغط اللي اتعمل عليهم في اول 6 دقائق. بمناسبه نسيطر على المباراه، خليني اقول لحضرتك انه وجه التفوق لنادي الاهلي على الوداد في المغرب ما كانش بس 2-0، ده وجه التفوق كان تسيد كامل لكل ارقام واحصائيات المباريات، سواء من استحواذ او من عدد تمريرات او من عدد تمريرات صحيحه او من محاولات على المرمى، يعني باستثناء بس عدد الضربات الركنيه اللي ممكن يصب في مصلحه الاهلي من ناحيه التمركز السليم في ضربات الركنيه، ده الرقم الوحيد اللي تفوق فيه فرقه الوداد، لكن غير كده كانت سيطره كامله للنادي الاهلي. لا، النادي الاهلي مسيطر على المباراه من اول دقيقه، زائد ان من بعد ال6 دقائق بعد ما مجدي قفشه جاب الجون الاولاني بقت سيطره شبه كامله في كل ارجاء الملعب. انا الحقيقه عايز قبل ما نخلص من الماتش بشيد بالشناوي وعلي معلول. وعلي معلول انا نفسي اديله الجنسيه. حاجه جميله، يعني اداء عالي جدا جدا جدا، وبيلعب باخلاص وبروح قتاليه غير عاديه. طبعا مش عايز اسيب اي لعيب من النادي الاهلي، كلهم كانوا على مستوى الحقيقه اكثر من رائع. سبحان الله، يعني على الرغم من انه عالي من المحترفين، لكن تشعر انه انتمائه للنادي الاهلي وكانه تربى بين حاجه جميله يعني. حاجه جميله، روح قتاليه واداء عالي، المستوى جدا، تمريراته العرضيه. بمناسبه كلام حضرتك، وتاكيدا يا علي من اللعيبه اللي جات لها عروض واغراءات كثيره جدا، وبرده في لعيبه كده مش ممكن ننسى لها المواقف دي يا جماعه، في نجوم من نجوم الفريق الاول تعرض عليهم ارقام يعني ضعفين وثلاث اضعاف ما يتقاضونه في النادي الاهلي، لكن هم مدركين قد ايه انه قيمه النجاح والارتباط بالنادي الاهلي وبجماهير النادي الاهلي لا تساويها اموال. انا عايز اقول كلمه صغيره كده بالنسبه للكلمتين اللي انت قلتهم. اتفضل. اللي ما لعبش في النادي الاهلي ما لعبش كوره. من اول ما بتدخل باب النادي الاهلي موضوع تاني خالص. في الزمن اختلف والاغراءات اختلفت يا كابتن ابراهيم. جدا جدا. بس برضه يعني النادي الاهلي تدخل موضوع تاني، تخرج من بره النادي اول ما تدي ظهرك للنادي الاهلي موضوع تاني خالص. اصل انا الكلام ده بقوله ليه؟ لان انا جربت مرنت فرق في الدرجه الاولى ومرنت فرق في الدرجه الثانيه وفي الممتاز المنيا، جربت موضوع تاني خالص، ادارات غير ولاعيبه غير وجمهور غير فكون ان انت بتلعب في النادي الاهلي دي موضوع تاني خالص. خليني اخدك احنا شفنا الاربع فرق، اتفرجنا على ماتشين مواجهتين شفنا فيهم الاربع فرق اللي ان شاء الله منهم هيكون بطل افريقيا ونتمناه ان شاء الله النادي الاهلي ان شاء الله. بالنسبه لك احنا قدرنا نتفوق على الوداد في ملعبه، وان شاء الله نقدر نكرر التفوق ده في ملعبنا في القاهره لو خدنا الامور بنفس الجديه وقضينا المباراه بنفس المستوى ان شاء الله. بالنسبه للمنافس المحتمل في حال ما اذا تاهلنا للنهائي الافريقي، ايهما تفضل؟ وهنا بتكلم باعتبارات الكره مش باعتبارات العاطفه، لان العاطفه طبعا تاخدنا للزمالك المصري. الفرقتين على مستوى جيد جدا اكيد، الفرقتين ادام وصلوا للنهائي. اولا رجاء واخد بطوله الدوري العام بطوله الدوري العام المغربي. هناك المغربي ولعبته على مستوى جيد جدا من المهاره، يعني الزمالك تفوق عشان قدر يحطهم تحت ضغط برضه، حته ان الجون جه عليهم بدري فحطوهم تحت ضغط نفسي جامد جدا، وبالتالي الزمالك قدر يتفوق عليهم في الماتش. وبيتهيألي انه جزء من صعوبه السيناريو بتاع امبارح هو المباراه السابقه يعني بالظبط كده، يعني الاهلي صدر توتر. ايوه، صدر توتر للرجاء 100%، وبالتالي ساعد الزمالك ان هو يتفوق، يعني ان هو يطلع بالنتيجه دي. اي فرقه من الفرقتين النادي الاهلي هياخدهم على محمل من الجديه. طبعا نتمنى يبقى مصري خالص. طبعا الزمالك فرقه مصريه واحنا فرقه مصريه. نتمناه يبقى مصري خالص، والكاس افريقيا ما يطلعش من مصر، نتمناها ان شاء الله باذن الله مصريه. حتى لو قابلنا رجاء ان شاء الله باذن الله بروح الفانيلا الحمراء وبالاداء العالي جدا اللي شفناه في ماتش الوداد، لو استمرينا على كده سواء في الشوط الثاني مع الوداد
وفي الماتش النهائي ان شاء الله سواء هنقابل الرجاء او هنقابل الزمالك، لو استمرينا بنفس الاداء وبنفس الاتزان النفسي وبنفس القوه اللي عملنا بها اللي ادينا بها المباراه، ان شاء الله باذن الله الكاس مش هيطلع من الجزيره باذن الله. الطريقه اللي ممكن يلعب بيها الوداد قدامنا هنا في القاهره، يعني لو حضرتك انا عايزك تحط نفسك في موقف الخصم، لو انت جاي النهارده مع فريقك خسران على ارضك 2-0 وبتلعب نادي هو النادي الاكبر في القاره الافريقيه والمرشح الاول للفوز بالبطوله، تلعب معاه كل في كل ولا تلعب معاه بتحفظ ولا تلعب معاه انك انت ما تخسرش منه تاني؟ يعني ايه هدفك وازاي ممكن تخوض مباراه بهذه الصعوبه؟ اصل هيلعب بتحفظ ليه؟ يعني ما هو خسران اتنين، ما ممكن يقول لك بدل ما اطلع بسكور هيفي سكور مثلا هتفرق في ايه؟ اتغلب 5-6 لا انا بحط نفسي مطرح تبقى نهايه فريق كامل ونهايه جيل كامل في انا بحط نفسي مطرح المدير الفني بتاع الوداد. انا خسران ايه؟ انا داخل فيا جونين، فيبقى لازم هلعب ضغط في نص ملعب، هضغط على النادي الاهلي من بدايه المباراه عشان اوصل له التوتر والعصبيه. بالتالي احنا لازم نستغل ان هو مهاجمنا هيبقى فيه ثغرات كبيره جدا، واحنا عندنا ما شاء الله الاجناب على مستوى جيد سواء علي معلول او هاني او احمد لو لعب، يعني كلهم على مستوى عالي من المهاره، ممكن الهجمات المرتده تسبب لهم هو عايز يضغط علينا، الثغرات هتتفتح، ممكن نلعب من على الاجناب يبقى ممكن ناذيهم في اول المباراه لو هو لعب بالطريقه اللي انا بقوله هو هيلعب بيها، لان مفيش حاجه يخسرها. اتنين في الكوره، اتنين زي ثلاثه زي اربعه، ملهاش حل، لازم هيلعب عشان يكسب. وبالتالي احنا لازم نستغل الموقف ده ونستغل الثغرات اللي هتحصل من هجومه علينا، نقدر نستغلها ان احنا نوصل له التوتر من بدايه المباراه زي ما وصلنا له التوتر في بدايه المباراه ان احنا احرزنا الجون في اول 6 دقائق. تراهن على مين من لعيبه الاهلي يكون ليهم دور كبير في المواجهه اللي جايه يا كابتن ابراهيم؟ انا راهن عليهم كلهم على مستوى من الاداء الحقيقه حاجه جميله، مجموعه الحقيقه مختارين بعنايه شديده، كلهم على مستوى اولا مهاري وسلوكي اكثر من رائع، وده اللي بيخليهم ربنا بيوفقهم دايما في طيب. في الماتش قبل ما اختم معاك في صوره الحقيقه مش ممكن انا شخصيا كان نفسي اسال حضرتك عنها ومهم جدا جماهير نادي الاهلي تشوفها، فانا عايز من حضرتك تشوف الصوره دي معايا وتقول لي ايه القصه وايه الكواليس اللي جمعتك باسطوره كره القدم في على مر التاريخ. حبيبي طبعا أول. حبيبي طبعا ممكن نشوف الصورة بليه كابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن مصطفى يونس ده كان ماتش سانتوس كان ماتش سانتوس صح؟ كان ماتش تقريبا كابتن كان ماتش سانتوس في السبعينات ماتش سانتوس ده في يعني كانت الكرة متوقفة وما كناش بنلعب زي دلوقتي اللعيبة بماتشات ودية مع فرق أجنبية وأفريقيا وكده فالنادي الاهلي كان سباق انه دايما يستدعي الفرق العالميه طبعاً. عشان برضه جماهيريا وبالتالي جبنا سانتوس يلعب فطبعا أيوه. لما تلعب مع اسطوره زي بيليه وما تاخدش أيوه. من معاه صوره بعد الماتش برغم ان احنا اتغلبنا يعني الماتش انما لازم كان الواحد يعني ياخد معاه صوره احنا الاهلي مع الكبار مره نكسب مره نتغلب مع يعني كسبنا الريال وكسبنا روما وكسبنا فرق كتير وخسرنا مره من البايرن وغيرهم يعني مونشنجلادباخ برضو في الثمانينات اعتقد الفاتت فيعني ما مونشنجلادباخ كنت انا كنت الكابتن على فكره كنت كابتن الفريق كنت كابتن شرفتنا ونورتنا كابتن ربنا يخليك كل التوفيق لفرقتنا استمتعنا بوجود حضرتك معانا وان شاء الله يكون ليها لقاءات تانية نحتفل بيها ان شاء الله بتتويج ان شاء الله باذن الله وان شاء الله نبارك لبعض كلنا ان شاء الله مع الوداد وفي النهائي باذن الله ان شاء الله اجيال وراء اجيال بطولات مع بطولات يفضل معاه اعظم جماهير واعظم نادي في الكون.